هي الصورة التي تحرص إسرائيل على تجميلها. هنا معركتها الأم، تزييف الواقع، واقع يلفت أنظار العالم بأسره لمتابعة تحرر أسطوري من صندوق الخزنة الإسرائيلي لا يناسب الاحتلال. لابد من محوه من الذاكرة القريبة والبعيدة. هذا ما تحاول إسرائيل أن تفعله وهي تفشل. فالصورة اهتزت بسواعد الأبطال الأسرى، واهتز معها الكيان الذي يبني كل تاريخه وجغرافيته على تزييف التاريخ والحقائق. في تبعات التحرر وإعادة الاعتقال، نحن إذن أمام حملة إسرائيلية مفضوحة للتضليل من أجل ترميم الصورة. وهكذا أصبح نسج السيناريوهات وفبركة الروايات من أدوات الشغل الأساسية. وها هو الإعلام الإسرائيلي يضج بأضاليل من شاكلة أن الأسرى لم يجدوا حاضنة داخلية لهم بعد التحرر في لعبة إسرائيلية ممجوجة على وتر التفريق بين الفلسطينيين ومن تسميهم إسرائيل عرب 48. لكنها تلقت هذه المرة أيضا صفعة كبيرة على وجهها من ابن الأرض نفسه، صفعة أصابت الحرب النفسية التي يحلو لإسرائيل شنها ضد الفلسطينيين بمقتل. فشبح كل تداعيات الأمس القريب يخيم اليوم. ها هي ندوب معركة سيف القدس على الصورة الإسرائيلية لا تزال حاضرة بقوة، وكل محاولات الاحتلال لنسف المعادلات التي أرستها فشلت، من إعادة اقتحام الشيخ جراح وتكرار الاعتداء على الأقصى وضرب غزة وغيرها من الجرائم الإسرائيلية. وكل اللافتات والصرخات التي شهدتها شوارع الغرب من المواطنين العاديين نصرة لفلسطين ستبقى هي الجواب على كل فصل من الفصول التي لا تنتهي في حروب إسرائيل النفسية وصورتها غير القابلة لأي تجميل.